ما هي فوائد السواك؟ السواك أداة طبيعية لتنظيف الأسنان، يؤخذ من جذور وأغصان الأشجار البرية المعينة، تختلف من منطقة لأخرى، ففي البلاد العربية وآسيا يؤخذ من شجرة الأراك سلفادورا بيريسكا، وهي التي استخدمها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأثبتت الدراسات العلمية أن السواك يمتلك خواص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات والتسوس والبلاك. والبلاك هي طبقة تتكون على الأسنان بعد تناول الطعام إذا لم يتم تنظيفها بالفرشاة، وتتكون من بكتيريا الفم مع الأحماض التي تنتجها والسكريات واللعاب، وتتكون فوق سطح الأسنان وتسمى أيضا اللويحة الجرثومية. ويمكن للشخص الإحساس بطبقة البلاك بلسانه خاصة على الأسنان الخلفية، وهي تتكون عادة خلال ساعات بعد تناول الطعام. وتقوم الأحماض في طبقة البلاك بمحافظة بمهاجمة مينا الأسنان، وهي الطبقة الخارجية من السن وأقوى أجزائه، ويؤدي هذا الهجوم إلى تحليل بنيان المينا عبر إزالة المعادن منها، مما يقود لتسوس الأسنان. ووفقا لدراسات أيضا، فإن للسواك تأثيرا مسكنا ومضادا للالتهابات، كما أن فعالية التنظيف الميكانيكي والكيميائي للسواك قد تكون مساوية أو أكثر من فرشاة الأسنان. ما هي المواد الفعالة في السواك؟ من المواد الفعالة في السواك مادة البنزيل إيزوتريانات، لها تأثير مضاد للجراثيم وقوي ضد مسببات الأمراض الفموية التي تلعب دورا في أمراض اللثة. مادة السالفودارين ذات تأثير مضاد للجراثيم ومحفز للثة. مادة السيليكا تعمل كمادة كاشطة تزيل البقع. مادة أيونات الكالسيوم والفلوراد تساعد في إعادة التمعدن للأسنان والوقاية من التسوس. مادة بيكربونات الصوديوم لها تأثير مضاد للجراثيم. مادة حمض التانيك عامل جيد مضاد للجراثيم ومضاد للالتهاب. زيوت عطرية لها تأثير مطهر وتحفز إفراز اللعاب الذي يساعد على معادلة الأحماض في الفم والوقاية من التسوس. فيتامين سي، وتدعم الأدلة من الدراسات العلمية الرأي القائل إن السواك يمكن أن يكون أداة فعالة في نظافة الفم، ليس فقط بسبب كفاءته الميكانيكية الممتازة في إزالة البلاك، ولكن أيضا بسبب النطاق الواسع للخصائص البيولوجية. ويمكن استخدام السواك بمفرده أو كعامل مساعد لاستخدام فرشاة الأسنان، وبالتالي يرى العديد من الباحثين أنه يجب التشجيع على استخدام السواك. ومع ذلك، فإن تحقيق التأثيرات المثلى للسواك يعتمد على استخدامه المنتظم وبطريقة صحيحة، ويشمل يجب أن يكون السواك طازج بحيث يكون غنيا بالمواد الكيميائية المفيدة، والطازج منه يكون ذا لون بني وطعم حارق. قبل استعمال السواك يجب غسل طرفه بالماء ثم مضغه حتى تبرز شعيرات مشابهة للتي في الفرشاة، مع الحرص على إزالتها كل 24 ساعة. يجب أن تبتعد عملية التنظيف قدر الإمكان عن اللثة المحيطة بالأسنان. ينصح باستخدام السواك 5 مرات في اليوم. السواك الجاف قد يضر اللثة، ولذلك يجب غمره في الماء على أن لا يزيد ذلك على 24 ساعة حتى لا يتحلل ويفقد مكوناته المفيدة. يجب تنظيف جميع سطوح السن. ينصح بأن لا يزيد طول السواك عن 15 سنتيمترا حتى يسهل التحكم به وتحريكه بسهولة في الفم، فقد يسبب الطول الزائد أذى للفم.